يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اعتمر طفلي وعمره 10 سنين، وعند الانتهاء من العمرة أصابه البرد، فمرض أصابه البرد برد؟ نعم، فمرض ولم يقصر شعر رأسه، وألبسته أمه ملابس لكي تدفئه، وبعد ذلك بقليل قصرنا شعر رأسه، فهل علينا شيء في ذلك؟ إذا كنتم أزلتم عنه الغطاء عن رأسه، ولما علمتم أنه لا يغطي رأسه أزلت الغطاء، ما في بس الشيء اللي يحصل مع الجهل ومع النسيان لا يؤاخذ عليه. نعم.